فإذا كنا عم نقول لما بيكون معناها diagonal matrix المفروض اللي بيكون معناها على diagonal هو بالفرع باور n لما نجيب دي باور n. يعني مثلا for example إذا كان معنا هذه الماتريكس دي اللي هي diagonal matrix إذا بدنا نجيب الدي باور 2 بكفي اللي موجودين على diagonal شو ألفاهم؟ ألفاهم باور 2 حيعطيني 1 4 and 9. هلا معنا example جديد يلي هو عن الاي. الاي في بقلبه كوساين الفا ساين الفا ماينس ساين الفا كوساين الفا بده الاي باور ان. هنجيب الاي 2 بالاول حتعطيني كوساين باور 2 ماينس ساين الفا باور 2، بعدين كوساين الفا ساين الفا بلس ساين الفا كوساين الفا حتعطيني 2 كوساين الفا ساين الفا. هون عندي ماينس ساين الفا كوساين الفا ماينس كوساين الفا ساين الفا يلي هي كمان ماينس 2 ساين الفا كوساين الفا، وبالاخير عندي ماينس ساين الفا باور 2 بلس كوساين الفا باور 2 يلي هي كوساين باور 2 الفا ماينس ساين باور 2 الفا. اذا حافظين التريجونومتريك فورمولاز مظبوط رح تكونوا تعرفوا انه هيدي شو بتعطيني، هي بتعطيني كوساين 2 الفا وهي شو بتعطيني، بتعطيني ساين 2 الفا. فاذا الاي باور 2 حتعطيني كوساين 2 الفا ساين 2 الفا ماينس ساين 2 الفا اند كوساين 2 الفا. يعني كانه الاي باور ان شكله كوساين ان الفا ساين ان الفا ماينس ساين ان الفا اند كوساين ان الفا. رح نعمل له شو رح نعمل له؟ رح باي اندكشن. فاذا فور ان ايكول 1 ظابطه، فور ان ايكول 2 ظابطه، فاذا رح نفترض انها هي ظابطه لحد الان ماينس 1 اند رح نبرر هنا فور ان. طيب رح نجيب الـ EN. مين هي الـ EN؟ هي E مضروبة بالـ EN minus 1. يلا هي هيدي مضروبة بهالي هون، ضربتهم هون. اوكي رح نيجي نستخدم هون هودي الاثنين فورمولز اللي بتقلي لما يعني بيكون عندي كوساين A كوساين B minus ساين A ساين B شو رح يعطيني؟ كوساين للـ A plus B. شوفوا رح كي هون معي كوساين A كوساين B minus ساين A ساين B شو رح تعطيني؟ رح تعطيني كوساين للـ A plus B يعني كوساين للألفا plus n minus 1 الفا. شو هي الالفا بلس n minus 1 الفا؟ هي مين؟ هي كوساين n الفا. نفس الشيء وين موجوده؟ موجوده هي هون كمان حتعطيني كوساين n الفا. بالنسبه للموجودين هون شو رح نقول؟ رح يكون عندي الفورمولا بتقلي ساين a كوساين b بلس كوساين a ساين b هي مين؟ هي ساين لل a بلس b. هودي التنتين انه مثل بعض بس هون عندنا الساين شو هو؟ ماينس. فاذا عندنا كوساين الفا ساين يعني كوساين a ساين b بلس ساين A كوساين B حيعطيني الساين لل A plus B. نفس الشيء الساين لل A plus B حيعطيني مين؟ ساين N alpha. معناتها هيدي true for N، معناتها هي true for every N أكبر أو بتساوي معنا 1. exercise number 5 هو التالي. حيقلنا في حال كان معي ال A مضروبة بال B عم تعطيني ال identity، معناتها ال B A power 2 مضروبة بال B حتعطيني B. إذا هيدي معناها هي hypothesis اللي معنا إياها، بينما هذه الـ conclusion اللي لازم نوصل. طيب رح نمشي من مطرح اللي لازم نبرر. رح ناخذ الـ BA power 2 مضروبة بالـ B. مين يعني BA power 2؟ يعني هي BA مضروبة بالـ BA مضروبة بالـ B. نحن هودي الـ parenthesis حشيلهم كلهم سوا. رح أضرب أنا الـ A مع الـ B والـ A مع الـ B. هاي الـ A مع الـ B والـ A مع الـ B. شو بتعطيني الـ A times B؟ hypothesis شو بتقلي؟ هي الـ IN. وها هي الـ IN، فإذا حيعطيني الـ B مضروبة بالـ IN. والاي ان نحن بنعرف الايدنتيتي هي شو بتعطيني البي، اذا ضربتها بالايدنتيتي حتعطيني بس البي. كل خلص اكزامبل هون بس بدنا نعرف انه مالتيبليكيشن هي اسوشيتيف، يعني فيني البارانتيز احركهم مثل ما بدي. الاكسرسايز نمبر 6 حيقلكم هو اعطوني اثنين اكزامبل اي ان بي، كل وحده منهم ديفرنت زان زيرو بس ضربهم شو عم يعطيني؟ زيرو. اخذنا هيدي الاي اخذنا هيدي البي رح نضربهم ببعض شو عم يعطيني؟ عم يعطيني زيرو، مع انه A different than zero and B different than zero. هيدي الريمارك اللي كنا حكيناها في قلب الدرس لما بيقول لي اذا معي اثنين ماتريكس ضربهم ايكول زيرو، هذا ما بيعطيني انه وحده منهم ايكول لزيرو. هون عم يقول لي بدنا نعطيه ثلاثه ماتريكس A B and C بطريقه لما بضرب ال A مع C وال B مع C شو عم يعطيني؟ عم يعطيني نفس الجواب. اخذنا هاي ال A وهاي ال B وهاي ال C، ضربنا الـ A مع الـ C عم يعطينا هاي الماتريكس، الـ B مع الـ C عم يعطينا هاي الماتريكس، بيساووا بعض. طيب
كيف هيدا بدنا نستفيد منه؟ رح يقلي إذا معي A times C بتساوي B times C، هيدا ما بيعطيني إنه الـ A بتساوي B. نحنا كنا نقدر نعمل simplification وين بقلب الأرقام إذا كنا real number أو شيء، بس بالماتريكس لما يكون عندي AC إيكوال لبي سي ما بنقدر نعمل simplification بمين؟ بالـ C، يعني ما بيعطيني E الـ A شو بتساوي معنا B، لأنه هون جبنا الـ AC والـ BC طلع نفس الجواب، بينما ليكوا شوفوا الـ A and B هن different من بعضهم. الاكسرسايز نمبر 7 شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي اخذنا الـ A هي square matrix of order n، عم بيقول لي علينا نبرهن انه الـ A plus transpose الـ A هي symmetric. طيب اي متى هيدي بتكون symmetric؟ لما نجيب لها الترانسبوز بتضل ذاتها. يعني هاي symmetric لما نجيب لها الترانسبوز بتعطيني نفس الوحده. طيب انا بس شلت التير الصغيره وحطيتها تي كبيره. طيب رح نيجي نشوف هاي، هاي شو بتعطيني؟ اذا اعطتني هاي هي ذاتها معناتها شو بتكون هي symmetric؟ يعني A plus AT transpose، نعرف احنا الترانسبوز اللي بيكون في عنا السم تنزل على كل وحده منهم. طيب الA transpose transpose شو بتعطيني؟ بتعطيني A. احنا بنعرف بالبلس بقدر شو؟ بقدر ابدل محلاتهم، يعني AT plus A هي مين؟ هي A plus AT. معناتها هيدي الماتريكس لما جبنا لها الترانسبوز بقيت نفسها، يعني هي شو بتكون معنا اياها؟ سيماتريك. باللي علينا نبرهن انه الA minus AT هي skew symmetric او anti symmetric. نعرف نحن منقول عن واحدة هي skew symmetric لما منجيب لها الترانسبوز شو بتعطيني؟ بتعطيني الماينس تبعها. هات رح نشوف، رح نجيب هيدي الترانسبوز. الترانسبوز كمان إذا عنا ماينس بتنزل على كل وحدة منهم، ها حتعطيني AT، رح تطلع الماينس كومن فاكتور شو حتعطيني؟ ماينس A ماينس AT. شوفوا لما مندخل الماينس حنرجع لهون. يعني شو؟ يعني هيدي لما جبت لها الترانسبوز عطتني الأوبوزيت تبعها، يعني هي بالأخير شو عم تكون معي إياها؟ skew symmetric. بالاخير عم يجي انه تقولوا لي او اكتبوا لي حاله ماتريكس A كهي السم لاثنين ماتريكس، واحده سيماتريك واحده سكيو سيماتريك. انا رح اجي اقسم له الA هي A plus AT على 2 plus A minus AT على 2. شوفوا اجمعوهم مع بعض هن على نفس الدينومينيتور اللي هو 2، حيعطينا A plus A عم تعطيني 2A، و AT minus AT ب 2 حيعطيني 2A على A. شو بنرجع للA؟ اوكي، فاذا الA كتبتها كهيدي الماتريكس بلس هيدي الماتريكس. طيب هيدي الماتريكس هي شو؟ هي سيماتريك. لما نحن من شوي برهنا انه الA بلس AT هي شو؟ هي سيماتريك. طيب اذا ضربناها بكونستنت ما بتضل معي سيماتريك، لانه اذا شلتها بتعرف نحن الكونستنت بدها تطلع وين؟ تطلع برا للترانسبوز. وهيدي كنا برهناها انها هي سكيو سيماتريك، معناتها صار حيالله ماتريكس A فيني اكتبها كسم لتنتين، واحدة سيماتريك وواحدة سكيو سيماتريك.